أكثر 10 حراس حققوا كلين شيت عبر التاريخ. في المركز العاشر أوليفر كان ب322 كلين شيت. لعب أوليفر كان 870 مباراة. عدد الأهداف التي تلقاها أوليفر كان في مسيرته الكروية 677 هدف، وعدد الحفاظ على شباكه 2.7 في المباراة الواحدة، يتلقى هدف كل 115 دقيقة. قبل أن يأتي مانويل نوير كان، أوليفر كان هو مقياس حراس المرمى الألمان. بعد أن بدأ مع فريق مسقط رأسه كارلوس رو، أصبح حارسا أسطوريا لبايرن ميونخ، محققا سجلا كبيرا من الإنجازات الفريدة. لكن أبرز ما ميزه هو شخصيته الشرسة التي تثير الرعب في قلوب زملائه ومنافسيه. في المركز التاسع أندولي زوبازاريتا ب344 كلين شيت. لعب زوبازاريتا 882 مباراة. تلقى في مسيرته الكروية 855 هدف، معدل الحفاظ على شباكه 2.56 مباراة، يتلقى هدف كل 92 دقيقة. حافظ حارس المرمى ذو الشخصية القوية على العديد من الأرقام القياسية في كرة القدم الإسبانية باسمه لسنوات عديدة، من بينها أكثر حارس كلين شيت في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 235 مباراة. في المركز الثامن مانويل نوير ب350 كلين شيت. لعب نوير 770 مباراة، تلقى 653 هدف، معدل الحفاظ على شباكه 2.2 مباراة، يتلقى هدف كل 106 دقيقة. أطلق على مانويل نوير لقب حارس العقد من عام 2011 إلى عام 2020 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وقد أحدث ثورة في طريقة لعب حارس المرمى، حيث كان هو الذي أحدث مفهوم الحارس المدافع من خلال أدائه على أرض الملعب. في المركز السابع بيبي رينا ب358 كلين شيت. لعب رينا 889 مباراة، تلقى 871 هدف، معدل الحفاظ على شباكه 2.48 مباراة، يتلقى هدف كل 91 دقيقة. بيبي رينا حارس المرمى الكبير الذي بذل قصارى جهده في ملعب أنفيلد. كان الحارس الأسباني الشهير جزء من المنتخب الأسطوري الذي قاده سانت إيكار كاسياس، وكلما عوض الأخير قدم الأداء المطلوب الجيد. في المركز السادس روي كليمينيز 366 كلين شيت. لعب كليمينيز 783 مباراة، تلقى 620 هدف، معدل الحفاظ على شباكه 2.13 مباراة، يتلقى هدف كل 113 دقيقة. راي كليمينيز الحارس القادر على إثارة صرخة الرعب لجميع مشجعي كرة القدم الإنجليزية بشكل عام ومشجعي نادي ليفربول بشكل خاص. لقد كان هو اليد التي كانت مسؤولة عن رفع الكؤوس الأوروبية والكؤوس المحلية في الأنفيلد. في المركز الخامس بيتر تشيك ب397 كلين شيت. لعب بيتر تشيك 906 مباريات، تلقى 811 هدف، معدل الحفاظ على شباكه 2.28 مباراة، يتلقى هدف كل 100 دقيقة. انضم بيتر تشيك إلى تشيلسي عام 2004، واستمر في إثبات نفسه على أنه أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق اللاعب البالغ من العمر 39 عاما عددا من الأرقام القياسية التي لم يصل إليها أي حارس آخر. في المركز الرابع فاندرسار ب439 كلين شيت. لعب فاندرسار 950 مباراة، تلقى 805 أهداف، معدل الحفاظ على شباكه كل 2.16 مباراة، يتلقى هدف كل 106 دقيقة. إدوين فاندرسار هو حارس مرمى أسطوري، حقق في مشواره 439 كلين شيت. لعب الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم أداء رائعا رغم تجاوزه حاجز 34، وقد استطاع الفوز بجميع الألقاب الممكنة مع الشياطين الحمر. في المركز الثالث الأسباني إيكار كاسياس ب440 كلين شيت. لعب كاسياس 1049 مباراة، تلقى 960 هدف، معدل الحفاظ على شباكه كل 2.38 مباراة، يتلقى هدف كل 98 دقيقة. سانت إيكار كاسياس أعظم حارس مرمى أسباني في التاريخ. كان إيكار كاسياس معروفا بأدائه الرياضي العالي وردود فعله السريعة وقدرته الرائعة على إيقاف التسديدات خلال مسيرته المهنية التي قضى معظمها مع ريال مدريد، حاصدا معه الأخضر واليابس. في المركز الثاني دينو زوف ب446 كلين شيت.
لعب زوف 949 مباراة، تلقى 771 هدف، ومعدل الحفاظ على شباكه كل 2.12 مباراة، يتلقى هدف كل 110 دقائق. على الرغم من أن دينو زوف ليس لديه العديد من الأرقام القياسية مثل مواطنه بوفون، إلا أنه يمتلك عددا منها أفضل منه، مثل أطول وقت دون أن يدخل شباكه هدفا في المباريات الدولية 1142 دقيقة، ومعظم الدقائق المتتالية دون يستقبل شباكه هدفا في البطولات الأوروبية، بما ذلك جولات التصفيات 784 دقيقة. في المركز الأول جانوليجي بوفون ب 499 كلين شيت. لعب بوفون 1124 مباراة، تلقى في مسيرته الكروية 940 هدف، ومعدل الحفاظ على شباكه كل 2.25 مباراة، يتلقى هدف كل 107 دقيقة. جيجي بوفون الذي يشار إليه غالبا باسم جود، أي الأفضل في كل العصور، وهو حارس المرمى الوحيد في هذه القائمة الذي لا يزال ناشطا إلى جانب بيبيرينا، وقد اجتاز 40 عاما من عمره وما يزال قويا في إيطاليا، ويلعب حاليا لصالح فريقه الأم بارما.